خلونا نرحب بضيوف مزرعة جدو. السلام عليكم. يا مرحبا يا مرحبا، تفضلوا استريحوا استريحوا استريحوا. يا مرحبا استريحوا استريحوا، يا هلا يا هلا يا هلا. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. السلام عليكم يا ايها الاولاد. ثامر يا ثامر اديني هذا، تعال 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 هنا. ثامر اقعد عند عبد الرحمن، تعال عند تعال هنا، تعال ابني تعال تعال. السلام عليكم. ما يبي من عندنا. نتعرف على البطل، كيف حالك؟ اسمك؟ ثامر. ثامر ما شاء الله يقولوا انك انت تبغى تكون مع سوسة وشوشة، صح الكلام هذا؟ افا تبغى تكون معاهم؟ ليش؟ لانهم اشرار. اشرار؟ افا يا ثامر. يا ثامر شوف، انا قبلك كنت ابغى جد لكن حطوني هنا مشي مؤقتا. بعد معاهم؟ شوف احنا معنا بس يقعد ثامر، احنا اصلا مع جده لكن جالسين كذا منظر، يعني ما بيشارك معهم ولا نساعدهم. تعال معنا. يلا يلا تجلس معاهم. ما بنساعدهم شباب، خلوا الضيوف اللي احد يجبرهم، خلوا يجلس هنا، انا بجلس معاهم بس عشان ما يزعلون. انت بتكون هنا يعني؟ طيب ايش يقول لي، ايش عندك من مشاركه ولا انشوده ولا ايش عندك اليوم؟ ما شاء الله تبارك الله، يعني حافظ القران انت، ما شاء الله تحفظ من القران ما شاء الله. سمعوني تحيه تحيه له تحيه. يلا قول اعوذ بالله، امسك المايك، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا اوقف وقول يلا هنا في الطول في النص. يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها فقال الانسان ما لها، يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافيه يا ثامر، ان شاء الله لما تكبر ان شاء الله تصير حافظ القران كله كامل وتصير امام مسجد ولا امام في الحرم؟ في الحرم ان شاء الله. في الحرم ان شاء الله. ما شاء الله نصلي عنده ان شاء الله. يعطيك العافيه، روح يلا اجلس جنب جدو امين. يلا تعال هنا، تعال جنبي، تعال جنبي. ايوه جنب جدو امين، خليك جنبي، تعال جنبي. طيب ما شاء الله تبارك الله، امسك المايك نتعرف عليك، ايش اسمك؟ خليك مع جالسين، انتوا جالسين. يلا تعرف عليك، ايش اسمك؟ اسمي ريفان عبد العزيز الجوعي. يا سلام ما شاء الله يا جدو امين، هذول كلهم جايين ما شاء الله عندهم مواهب وعندهم اشياء حلوه، ايش عندك يا ريفان؟ شو اسمه؟ قصيدة. يلا خليك مكانك وقول لي. يلا وعيرني الأعداء والعيب فيهم، وليس بعار أن يقال ضرير، إذا أبصر المرء المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير. ما شاء الله. يا سلام يا سلام يا سلام، ما شاء الله شطورة يا جدي. شوف صغيرة وحافظة قصيدة ما شاء الله. خطيرين خطيرين جدا. يعني شوف دحين كمان الموهبة اللي بعدها، يعني خلينا نتعرف عليها اول شيء. قولي لي اسمك، ايش اسمك؟ بس ايه اسيل. اسيل الحلوة؟ ما شاء الله ما شاء الله، تحية لاسيل تحية لها. ايش عندك انشودة يا اسيل ولا ايش عندك؟ انا عندي قرآن ما شاء الله. يلا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واقرأي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروا، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. ما شاء الله تبارك الله، يعني الله يصلحها اسيل ما شاء الله. ان شاء الله تكون حافظ القران باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله، والمسلمين كلهم ان شاء الله. يلا يا جدو الحين عندنا واحده ثالثه بنتعرف عليها. يلا يلا هذه ام احمد. هذه المايك يا ريما، اديني المايك خلاص. معك مايك خلاص. ايوه يلا، ايش اسمك؟ ريفان شاي عبد الله مطيري. ما شاء الله ما شاء الله. ريفان ريفان هذه اقول حصريه عنها ولا ما اقول؟ عندك حصريات؟ ريفان اول. ريفان ريفان ريفان. ايوه فا ريفان با فا فا خلاص خلاص. طيب يقولوا انه عندك مواهب متعدده ما شاء الله تبارك الله. ها عندي كثير. ايش طلعتي في اي برنامج؟ كنت طلعت ببنات وتغاريد. وتغاريد؟ بس
هي هي اقول وجهها مو غريب علي. هي يا جدو هي انا اقوم شبه عليها. ما شاء الله تبارك الله. ايش ال ايش طلعتي في تقاريد؟ طلعت قلعة الحلوة. قلعة الحلوة مدينة الحلوة. مدينة الحلوة قلعة الحلوة. لسه جاي قلعة الحلوة. قواعد الحلوة وفي انشودة ما نزلت. ما نزلت يعني عندك حصرية؟ طب قوليها للناس ايش هي الحصرية؟ انشودة جديدة. ولا يا ويلك تقوليها انشودة. طب دحين ايش عندك مشاركة؟ عندي بسم الله بصمة. رسامة ما شاء الله. الله رسامة يا جدو. لا تقولي لي رسمتي سوسة وشوشة. المزرعة رسمتي ايش رسمتي؟ مزرعة. اشياء في المزرعة؟ هذه المزرعة حقت جدو. الله وريهم وريهم وريهم. ايوه هنا هذه الكاميرا. هذه ايوه خليك. ايش الالوان اللي استعملتيها؟ الوان خشبيه ولا خشبيه؟ خشبيه. ها بس سؤال طيب. كم اخذت معاكم؟ ليه ما رسمتي سوسه وشوشه مزرعتهم؟ ما اصلح ارسمهم ارواح. ارواح صادقه ما شاء الله عليك شاطره انت والله ما شاء الله خطيره. بس سؤال لو سمحت يا مبدعه انت يا رسامه، الرسمه كم تاخذ معاك يوم ترسمينها؟ 20 يوم 50 يوم بعضهم كذا. 10 دقائق. والله 10 دقائق ما شاء الله تبارك الله. لا مبدعه مبدعه ما شاء الله. 10 دقائق يا جدو. اي ما هو تعلم يعني تعلم أنت تعلم ارسم يا 10 دقائق في يوم واحد ارسم. ما تعرف ترسم. انا 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 وكما قال شاعر حسن قل لي بعد قصيده. انا ما اعرف الا قصايد وشعر الحمد لله. كما قال الشاعر حسن. وش قال بعد؟ رقع شاعر حسن. وبعدين انا اللي معلم صبانخ الصوت. مين معلمني انت؟ كل مره تتبلع علي انت ما علمتني ولا حاجه. الا الا متى ما علمتك؟ يمكن انت حلمت. علمتك الطبقات انت يمكن انت حلمت. ترى طبقه فراوله وطبقه مانجو. ترى انت ما علمتني ولا حاجه. ابغى سؤال ابغى سؤال واحد معلش برا الموضوع. امانه 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 اخر تعليم علمته ولدك علي؟ انا ايه اخر علم وش علمته اخر حاجه؟ صدق انشوده. وش علم وش انشوده؟ والله ما ادري. وكيف تقول علمتني وانت ولدك ما علمته؟ امس والله علمت علي الارقام والحروف. يا سلام ايوه كذا خليك اب ما شاء الله فيك فائده. وعلمته سوره الفاتحه. ما شاء الله ما شاء الله. لا اجل تبغى انا اقولها لك في الترتيب؟ لا ما شاء الله عليك. واحد الى عشرة؟ لا لا ما يحتاج خلاص ما يحتاج. اقعد اقعد. ون بقليل. ون ما شاء الله. ها ون ونين. ون ونين ونين يعني اثنين. ثلاث ونات. ثلاث يعني ثلاث ونات. اربع ونات. خمس ونات. سكس ونات. ما شاء الله سكس هذا وايت وايت حق مويه. سفن ونات. يا سلام هذا ثمانية ونات. ما شاء الله وحفظها ولدك. لا كافي كافي الله يسلمك. طيب خلنا نبون بدنا لما تكون لما يكون رقم 13 ايش نقول؟ ها 13 ونا. لا حول ولا قوة الا بالله. خلنا نشوف ضيوفنا 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 خلها هاي بوحدها. يا جدة نعم تعرف شفت اختي مانجا؟ ايوه اختي مانجا الصغيرة. ايوه عرفتها. تعرف اسماء السور كامله. ما شاء الله اسماء القران كامله. وتعرف سوره الفاتحه والاخلاص. كم عمرها؟ اربع سنوات. عشان كذا العائله لهم فايده يا سبالخ في البيت. يعلمون عيالهم صح. الولد ترى يحفظ وهو صغير صح. نعم صح يا ثامر. يقول صح. انا من رايي عيالكم الصغار من البدايه تاسسوهم على القران الكريم. نعم والانجليزي. نعم واللغه العربيه. نعم والتاريخ. نعم مو لازم يروحون المدرسه. اسسوهم. ما خلص ما خليت شيء الله يجزاك خير. كلها بتعلمها مره واحده. يا جدو يا جدو خلاص عندنا موهبه موهبه. يلا بسم الله. نتعرف عليك يا شطوره. ما قصدت. ها انت ما عندك كمان مشاركه؟ ايش هي مشاركتك؟ عندي قصيده وانشوده. يلا قولي انشوده قولي انشوده. يلا اوقف. لا تعالي يلا انت بتوقف تعالي يلا عادي اعطيه بوكس يقوم. يلا قولي. لا 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 تعصب يلا. لا تعصب تزعل علينا ضيفتنا. ابدا بسم الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الانبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له شاق شوقا فاض شوقا إلي سأرجو سوى شربة من يدي الصلاة علي والسلام علي
للسماء التقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعلهم في الوفا كان في عطفه للسماء الموهبة الثانية والقصيدة جهزيها ثانية ها بعدين نقولها يلا استريحي ما شاء الله ما شاء الله طيب الشطورة اللي معانا تعالي معك مايك ايش عندك تعرف عليكي؟ اسمي سيرين القرني ما شاء الله تبارك تحية لها تحية ايش عندك من مشاركة؟ عندي انشودة انشودة يلا تعالي اللي عنده انشودة يجي يلا بس مو حافظتها كاملة مو حافظتها ان شاء الله نكون حافظتها يلا ان شاء الله نساعدك يلا أخي وأختي يا نور عيني ضياء قلبي وأصدقائي أخي وأختي يا نور عيني ضياء قلبي وأصدقائي في بيتنا عشنا سوية من الطفولة حتى استوينا فيه لعبنا دوما ضحكنا وبالمقالب كثيرا مزحنا لكن غلبنا ثم اختصرنا وبالهدايا حق الرضيع بس ما شاء الله على يا صباحك ودي ان اسمعني تقوم وتعيد القصيده لا شفت كيف ايش تقول عندنا فاصل دحين ايه اخي واختي ايه لازم تكون مع اختك طيب تكون مع اختك طيب الفاصل معنا. جاهز يلا يلا جمهور الكريم ان شاء الله تكونوا مستمتعين معنا ومبسوطين احنا مغلقين معاكم من اتصالاتكم لكن خلونا نطلع فاصل ونواصل